فلسطين هي الأولى، الخدمة كل على فلسطين، تضرب على فلسطين، اللي صار هذا كل على فلسطين، ما فيش حتى شك، والسيطرة على المنطقة العربية، المنطقة العربية كل بديت من العراق وبعد رتحوا 10 سنوات ومن بعد انطلقوا عاودوا انطلقت المخطط هذاك متاع شكون؟ قلت لك هذاك هو الربيع العبري، ما عندوش حتى مسمى آخر، فما حتى مسمى آخر، هذا هو يلزمنا توا باش ننقذوا يعني تونس، نغزو الخريطة، تونس في الانعاش، تونس توا في الانعاش، اعطينا تونس. احنا مش بعد يجي هذاك مسألة ثانوية، يوصل يبدا يقف لي يعمل لي وقفة ويقول لي الشعب يريد تحرير، على شنو؟ حرر الساعة الوطن نتاعك، أنت توا في منطقة في وقت استعمار، توا المرحلة ذي مرحلة استعمارية، ماناش مستقلين، مستعمرين من 2011 وحنا مستعمرين توا، لهنا يلزم التوانسة توعى باش نجمو الطريف اللي قعد هذاك الجزء بتاع تونس، نجمو ما نتواصلوش على التواصل الاجتماعي هذاك، أوسيجين بلوكي من على السنة، ولا يعمل بيراتاج زيادة يدخلوا لك مهما كانت التكاليف، هذا كان نحيه على شيرة تبارك الله عنا مثقفين، فهمت؟ مادام يخدموا على التواصل الاجتماعي مادام مثقف في راسه، فهمت؟ ونخدموا على اللي قعد من تونس، اللي قعد منها اللي هو ننقذوها، تونس توا في البلوك، عبارة إنسان في البلوك، عبارة إنسان في الانعاش، باش ننقذوه، نكملوا ننقذوه، نمشي وننتقم، ولو يختار يعرف مصلحته توا ولا يعرف مصلحته، على غالب هي غلطة الشعب صارت في 2011. هذا ناس خدمت بالدين، تجار الدين، تجارة جوهم يسخير الشعب التونسي، يقول لك انتم يخافوا ربي نعرفش شنو نعرفش شنو، طلعت حكاية تاع تجارة تاع دين، يخرج لك الخبر على الفيسبوك وما فما منه حتى شيء، لا أساس له من الصحة، واضح حتى الجوجل، حتى الجوجل زاد عنده دور داخلين ليك على الجوجل، راهو نفس الشيء، يقول لك مثلا عاد الإمام توفى، راهو اليوم توفى. جي تشوف تلقاها الراجل حي لاباس عليه حي يرزق، شكون البث في الإشاعات هذيك؟ واضح، الرسالة الوحيدة اللي بربي لا تقصوها ما تكوبيوهاش، سامحني مع احترامي للصحافة، إنقاذ تونس، الجزء اللي قعد ننقذوه، الجزء اللي قعد من تونس، تونس راهي في البلوك توا، في الإنعاش. نتاع انسان عاملين ليه اكسجين وعاملين ليه كومار وعاملين ليه نعرفش شنو الوعي نتاع التونسي، ما يتبعوش الفيسبوك ياسر، اللي باش يدخل لك على الفيسبوك بيراتي تك بيراتي، هذا شنو ننصح الشباب ويتلفتوا المصلحه نتاع تونس خير من تكملوا نتبلعوا وديجا يتمركزوا لك في نعرفش يعملوا لك تمركز في تبرقة ولا في جندوبة ولا في عند رام، غادي وين الكارثة؟ غادي الكارثة الكبرى، فهمت؟ خاطر توا جوهم أحلى جو، توا أمريكا وإسرائيل وكل شيء توا جوهم باهر، يستناو في التموقع كهورة، وقتاش باش يتجاوب معاهم الشعب وكهو، واستعمار جديد. والله علاقة إسرائيل هي تونس خاطر موقع استراتيجي أول حاجة، خاطر موقع به يساعدهم، ديجا في بيننا اللي فما قاعدة لهنا بطبيعتها هذيك محطوطة تويكا، الله أعلم شنو علاش ناوي، فهمت؟ باش من الإنطلاقة تكون من تونس، الله لا يقدر، احنا نقولوا الله لا يقدر، الله لا يوصلهم من النهار هذاك، فهمت؟ على ذكر الانتخابات ذيك اللي حبوها هما يعني فما إسرائيل عندها دخل بيان سور تحكم في العالم الكل، نحبه ولا نكره حاطين يدهم على العالم الكل بالأخص المنطقة العربية، هذاك هو اللي شنو اللي جرى الربيع العبري شكون اللي صنعه هما اللي هو الخريف العربي مش ربيع عربي سامحني، فمش ربيع ما عندناش ربيع، يحب اللي يحب ويكره اللي يكره، أعداء الوطن بالطبيعة يقول لك الربيع العربي، عمره ما كان ربيع، هذاك خريف شتاء ريح عاصفة وهنا نتحملوا في النتيجة، تو مدة 8 سنوات، باهي أنا على المستوى السياسي ما يهمنيش السياسيين راه.
ما نكذبش عليك، ما عنديش الانتماء نتاعي، عندي الانتماء للعلم، للوطن، انتماء لربي وللوطن اللوطة. هكا هو ما نستعرفش، فهمت؟ وعلى المواقع يعني على التواصل الاجتماعي موجود، راهي الجوسة موجودة، يدخلولك بأسماء أخرى، بعناوين أخرى، نجم يدخلولك، ما تنجمش تفيق بيهم. هذه حاجة ما تتخباش. لهنا احنا يلزمنا اليقظة. شنو يلزمنا؟ يلزمنا الوعي. على الفيسبوك ما نتواصلوش معك الفتنة هذيك، قاعدين يبثوا في الفتنة اللي هي شنو ندخلك على المستوى الديني، ما نحبش نسيس نوظف الدين، اما الفتنة الكبرى هذيك، هي الفتنة الكبرى اللي هي هذه، فهمت؟ لهنا يلزم الوعي. احنا بينا على التواصل الاجتماعي نجمو نقصوا بالتواصل الاجتماعي في نفس الوقت، يعني تنجم تقص بونو للتواصل هذاك بالطرق، بالفكر البرقيبي، باللي يحب واللي يحب واللي يحب واللي يكره اللي يكره. ميسالش نراجعو توا بالنسبة للجينيراسيون نتاعي أنا، يعني بالفكر البرقيبي، برقيبة خلينا الفكر أكبر ثروة، هذيك أكبر ثروة هو الفكر، يعني هذاك توا نستخدموه. الله يرحم بورقيبة، يرحم اللي يرحم شكون قرأ، قراتنا والدينا صحيح، مي بورقيبة خدم على التعليم وعلى الصحة وعلى السياحة، وي 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 توا نستخدموا الفكر، فهمت؟ دونك لهنا واللي ما يحبوش بالطبيعة ما يمثلوش الوطن، بالنسبة لي أنا برسونيلمون ما يمثلونيش، ما نكذبش عليك، قلت ما عنديش الانتماء السياسي، ما عادش عنده حتى، فهمت؟ ما نقولش ما ننتخب ما ننتخبش، هذيك سيمون افير ما نكذبش عليك، اما يلزم الانتماء، يلزم التوانسه توا يخموا في الانتماء للوطن، على خاطر توا الشعوب العربيه قاعده تخرب في بلدانها، هما عباره واحد يشد بدنه ويبدا يخرب فيه.